سلام بنات، كيف تالي؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اللي ما بنات غادي نشارك معكم من آلة البسبوسه. هذه البنات ماشي اي بسبوسه، هذه البنات الا مشيتو تجربتوها غادي تولي معتمده عندك. كتجي البنات معلكه من الداخل، وكتجي فيها واحد القرمشه ديال الكنافه بالمذاق ديال القرفه. كتجي البنات من آلة ما يكون، الا مشيتو تجربتوها غادي تولي معتمده عندك. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، في الإناء غادي نحتاج واحد 3 ديال الحبات ديال البيض. غادي نضيفو 3 ديال المعالق ديال السنيدة، أولا ضيفو كاس مع نص ديال السنيدة. غادي ندمجو بين البيض والسنيدة بالفوي. بعد ملي خلطنا البيض مع السنيده، غادي نضيفو دابا كاس مع نص ديال الزيت نباتيه بالعبر كاس العلبه. انا غادي نخلط وانا كنضيف الزيت نكمل داك الكاس مع مرش. غادي نضيفو الياغورت ديال الحامض. هنا كل المكونات غادي نخلطها بالفوي. من بعد ملي غادي نخلطو الياغورت مع المكونات الاولين، غادي نضيفو نص كاس ديال الحليب. غادي نحتاجو واحد الكيس ديال الفاني. من بعد ملي خلطنا المكونات الاولين، غادي نضيفو دابا السميده رقيقه. غادي نحتاجو فيها جوج ديال الكيسان ديال السميده رقيقه. السميده رقيقه كاينه السميده اللي كتشرب وكاينه السميده اللي ما كتشربش. ممكن تكافيو غير بجوج كيسان ديال السميده، ممكن ديرو جوج كيسان ونص. انا هنا البنات كفيت غير بجوج كيسان. من بعد غادي نضيفو 3 ديال الاكياس ديال الخميره في وزن 8 غرام. غادي نحتاج واحد الملقه صغيره ديال القرفه اللي كتخلي ليها واحد النسمه رائع رائع بزاف ديك البسبوسه كتمشي مع القرفه. صافي هنا البنات غادي نخلطو دابا المكونات مزيان. من بعد غادي نضيف هذاك فتاك المول اللي دهنتو بشويه ديال الزبده. من بعد ملي ضفت الخليط ديالتي ديال البسبوسه في المول، خليته تتشرب ليا واحد دقيقه اولا جوج دقائق. عاد بيدما غادي نضيفو لي دابا افيلي ديال الكاوكاو، باش افيلي ديال الكاوكاو ما ينساش ليكم في الوسط ديال الخليط. صافي هنا البنات الفران غادي نشعلوه من قبل من الفوق ومن التحت، والنار تكون شويه اقل من متوسطه. من بعد غادي ندخل لاطا ديالتنا الفران، غادي نطفي على الجهات الفوقاني وغادي نخلي غير النار تحتاني تتحمر ليا وتنفخ. الا خاصها شويه ديال الطياب من الواجهه غادي نشعلو ليها، الا ما خاصهاش الطياب نخرجها ان شاء الله. هنا من بعد ملي تحمرات ليا البسبوسه ديالتي خرجناها من الفران، جات كتجي البنات محمره وكتجي رائعه بزاف. البنات راه الداخل ديال البسبوسه كتجي معلكه. وغادي نضيف ليه واحد الطبقه ديال الكنافه اللي غادي تخليها ديك التقرمشه من الواجهه ديال البسبوسه كتجي فيها رائعه رائع بزاف. البنات غادي نزولها دابا في المول. وهنا من بعد ملي زولنا البسبوسه ديالتي في المول، غادي ندهنوها بشويه ديال المربى ديال المشمس السائله. غادي نديرو ليه واحد الطبقه ديال المقرمشه. غادي ناخد واحد الكميه ديال الكنافه. من بعد ملي حمرتها بشويه ديال الزبده، يعني البنات غير استعملت زبده نوعيه جيده. من بعد تحمرت ليا الكنافه، غادي نديرها دابا في الواجهه ديال البسبوسه.
كتجي البنات هذه البسبوسه كتجي رائعه رائع بزاف الا مشيتي تجربتوها غادي تولي معتمده عندك. كتجي البنات في الداخل كتجي معلكه الواجهه ديال الكنافه كتجي فيها ديك التقرمشة ديال الكنافه كتجي فيها رائعه. هنا البنات غادي نزينو دابا الواجهه ديالتي وغادي نقطعها لكم باش تشوفوها من الداخل. هاد البسبوسه كتخلي لكم بجوج مذاقات، فيها المذاق ديال الكنافه وفيها المذاق ديال القرفه. والبنات هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالتي ديال اليوم، كتجي البنات بالمذاق ديال القرفه وفي هذيك التقرمشه ديال الكنافه غادي تولي معتمده عندك. البسبوسه كتجي معلكه من الداخل وكتجي في هذيك التقرمشه ديال الكنافه كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها مع افادوسه ديالكم. كنشكركم سواء البنات والدايكه في قناتي، كنشكركم على الكومنتيرات وعلى اللايك سواء كتدخلوا ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى الفيديو اخر تهلاو فريوسكم. يلا بالسلامه عليكم.